عبد العزيز وقيدي رئيس المحكمة السنة في الرباط. تم الإعلان عن افتتاح السنة القضائية 2020 استجابة للانطلاقة التي أعطاها سيادة الرئيس المنتدب للمجلس على السلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقد، وذلك تنفيذا للأمر المولوي السامي حول الموضوع. افتتاح هذه السنة القضائية هو مناسبة سنوية تكرس لتقليد قضائي أصيل، يكرس لقيم العدالة الموحدة الهدف والرسالة والمطوقة بالأمانة والالتزام. وشكرا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.